إخواني وأخواتي متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حوالكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا جميعا بخير وفي أفضل صحة وأحسن حال. اليوم بغينا نستحضروا فنان أصيل كرس حياته للفن وعطاه كل ما كيملك وما عطاه الفن والو. فنان هذا من الجيل الذهبي، جيل البذل والعطاء بسخاء ونكران الذات في الميدان الفني، مولاي أحمد بن مسيس الله يجتد عليه الرحمة والمغفرة. هو من مواليد سنة 1945 بمراكش، بدرب السنان حومة المواسين، نشأ وترعرع بين التروب والمآثير التاريخية اللي قد تزخر بها هذه الحومة العريقة. الشريف كان إنسان طيب بشهادات كل اللي كيعرفوه او عاشروه واللي كانوا قراب منه، وبالتعبير الشعبي شريف ولد الناس الله يواليه بالرحمه. كان عزيز النفس، راقي السلوك، انيق المظهر، وفنان موهوب. كان كيزيد في الخط العربي، ممثل كيلبس الشخصيه باتقان فائق. كانت عنده طريقه اداء ممتازه وهادئه لعب الأدوار اللي كتسند ليه. كان يأخذ المتفرج ويخليه مبهور في الأداء دياله، إلا في العديد من الأعمال المسرحية، ومنها العديد اللي مازال ما خرجاتش أو ما تطلقش صراحة. خاض تجارب مسرحية كثيرة مع عدد من الفرق المسرحية، فعلى سبيل المثال الحصر كان من المؤسسين ديال الجمعية الرائدة شبيبة الحمراء اللي غادي رأسها أنا ذاك الأستاذ محمد الورزازي أخبيش ومجموعة أخرى من الشباب سنة 1961. شارك في المسرحية الناجحة انطلاق بمعية أخوة بناني المغاري والسبعي اللي قدمتها شبيبات الحمراء في الستينيات بمناسبة المهرجان الوطني للهوات. بدأ الميدان الاحترافي فرقة المرحوم الطيب الصديقي، وكان أحد الوجوه البارزة فرقة الوفاء المراكشية، صاحب دور الحلاق في مسرحية صديق الطور العالم، إلى جانب ألمع الوجوه في تلك الفترة المتميزة بحال محمد بلقاس، عبد الجبار الوزير، عبد الهادي ليتيم، أحمد الشحيمة، المهدي الأزدي، وغيرهم من الوجوه اللي غادي تظل محفورة تاريخ المسرح المراكشي والمغربي، دون أن ننسى قائد هذه الفرقة هذه الكفء الأستاذ عبد السلام الشريبي الله يرحمهم جميعا. وشارك معنا دي مسرح النخيل، وشارك في العديد من الأعمال اللي كيصعب الجرد ديالها. غادي خضرنا لدار البقاء في سنة 1999، كيف كيعرف الجميع مدينة جاحدة في حق ولادها اللي كيحبوها. مولاي أحمد بن مسيس واحد من أهل البلاد اللي كيتنفس عشق مدينة مراكش، لكن ما شاء الله صافي الشريف ما تنصفش في حياته، وبعد ما ماتوا كالعديد من الفنانين وما كلفات راسها حتى شي جهة تقوم بإحياء ذكراه أو إقامة حفل يليق به أو إطلاق اسمه على شي فضاء أو أعطى الله ما يدار وأعطى الله ما يتقى. لكن يا أسف عليك على رأي رفاق دربه، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جنتك مع النبيين والصديقين والشهداء. أعزائي حتى لنا غادي نودكم، تنتلقاو في حلقة قديمة إن شاء الله تعالى. ما تنسوش الانضمام للقناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد. لكم خالص المحبة والتقدير. كنت نخليكم في درجة من الطفيرية، هذه هي الشورى.